السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على هذا الحمص اللي كنديروه في هذه الدخلة ديال الشتا بحال هكا، كيجي زوين وغادي نقشره بحال هكا، غادي نحيد له القشرة، ما فيها باس، مرة ناكلوه محيد بالقشرة، كيجي زوين ورائع وكيجي معسل. غادي نديروه بالبصلة والعنب يابس او زبيب. انا هنايا غادي ندير ليه واحد الحيله باش غادي نحيد له هذيك القشره، غادي نديرو هكا في واحد السربيته وكنبدا نفركو بحال اللي ما عندوش الطبق ديال السمار، هذاك الطبق ديال العود اللي كيكون هذاك هو اللي كانوا كيديروا مواتنا كيحيدوا به. دابا كندير هذه الفكره كتجي ساهله بحال هكا وما كيتهرش، كتحيد له على القشره بعد ما كان مرقد ليله كامله، ولا بانت ليا شي وحده ولا هذا كنحيدها بيدي، كنعاود نهرسها هكا، كنزيد تاني نفركو كنستعمر عليه بحال هكا. كيجي ساهل ما كيعطلناش، باش كنبقاو نحيدو حبه حبه كيجينا ساهل بحال هكا. نتوما شفتو معايا، هي القشره دابا تهزات منه تحيدات، هو حتى بالقشره ديالو كيجي زوين، لكن انا كنفضل نحيد له القشره، ما كتعجبنيش كنحيدها، وكيطيب دغيا، يعني الا حيدتي له القشره راه غير 20 دقيقه راه كيكون طيب، تيكون موجود على عافيه مهيله. كنحيد هذه القشره كنجمعها، ودوك الحبات اللي باقين كنعزلهم بحال هكا صافي. بعد ما هرسناه كله حيدنا له هذيك القشره، ها هي القشره طلعات مع الماء، كنخوي عليه الماء وكتطلع القشره كنحيدوها. نتوما شفتوا معايا القشره ديالو، كنزيد انا كنفركوه هو ديك القشره كتطلع لفوق. لهاد الحيله دابا وريتها لكم، واخا عطيتكم فيها وقت باش بالنسبه لبنيات المبتدئين ما يعطلهمش. او بعد ما غسلناه وعودناه حيدنا له القشره تنقى صافي، نقيناه. غادي نجيب طنجره الضغط، الا بغيتي طيبو عرف في طنجره عاديه راه كيطيب، راه ما كيتعطلش، لانه هو الحمص طياب. و هنايا انا خليت هاد الماء اللي هو ترقد فيه، لانني كنغسلو في الاول ملي كنبغي نرقدو كنغسلو مزيان وكنرقدو وكنحيد هاد الماء ديالو، كنخليه هو فاش كنطيبو، لان الماء ديالو صحي، الماء ديال الحمص راه صحي ما تلوحوش. بعد ما كنغسل الحمص وكنحيدو القشره كنرجعو ليه، لانني بيتو مغطي كنرقدو فيه وكنغطيه، الماء راه نقي. وغادي نقطع ليه البصله نشلضها، انا درت هنا 3 الحبات ديال البصله، جوج كبار وحده صغيره، كنشلضها هكا طويله بحال اللي غادي نعسلوها. كنستمروا عليها حتى كنكملوها كلها بحال هكا كنشلضوها. بعد ما شلضنا البصله ديالنا كلها غادي نخلطوهم هكا، وغادي نجيب واحد جوج وريقات ديال الرند وعويدات ديال القرفه، كينسموه بواحد النسمه رائعه. صافي هنا كنتبل، هنا درت شويه ديال السكينجبير نص معلقه،
ونص معلقه ديال الخرقوم الكركم او الخرقوم البلدي، ورص معلقه ديال الابزار. انا عندي هنا البزار الابيض، ثم تقدروا البزار الاسود ماشي مشكل. كندير المليحه، المليحه كندير غير رص معلقه، وكنزيد هنا كندير جوج معالق ديال السنيده لان كيكون معسل، او ثلاثه. انا عندي المعلقه صغيره هنا، يعني جوج معالق كبار كافيين. انا درت بالمعلقه صغيره، درت اربعه. ولا عندكم العسل ديروا العسل احسن. صافي، وكندير واحد نص كاس ديال الزيت النباتيه او ثلاثه المعالق، ما كنقووش الزيت النباتيه. صافي، وكندير هنايا الزبيب او العنب اليابس بعد ما رقدته، غسلته مزيان وعاود رقدته بحال هكا. صافي، وغادي نسدو عليه حتى كيطيب. راه ما كيتعطلش، راه دغيا كيطيب، راه تولد ساعه كيكون موجود. ها هو موجود معانا، نتوما شفتو معايا. ولا عجبكم الفيديو شاركوا في القناه، وما تنساوش من اللايك، تنساونيش من اللايكات عفوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.